التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات ننتقل مع سن اللقايه، بعدما تابعنا شوط سن الحقائق نتابع في هذه اللحظات سن اللقايه وانطلاقات سن اللقايه. اول يا شوط سن اللقايه في ميدان المرموم مع السباق الحلفة وسباقنا الصيفي الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. انطلق وتقدم مع الصدارة الشاهينية وبالعرطي يتقدم أحمد بن مسري بن سالم، بالعرطي يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة المركز الثاني. المركز الثاني من الجانب الآخر نتابع ونراقب في هذه اللحظات. ننتقل من المركز الثاني الى الثالث ونتابع المركز الثاني الشاهينيه لعلي بن خليفه بن شاهين المرر. المركز الثالث غايه واصله، غايه راعي شاهين السهيل بن سالم بن متعب العفاري قادم مع غايه. المركز الرابع الشاهينيه لمحمد بن نادر بن عبيد بن مردد الواصل. والمركز الخامس الشاهينية محمد بن حسن بن ثيمة العامري القادم على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. نتيجتنا وندانا الأول لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة على أرضية ميدان المرموم. عودة إلى الصدارة، عودة إلى أول الأشواط، أول انطلاقات سن اللقاية. سن اللقاية منتقلة في هذا الموسم إلى سن الإذاع، سن الإبداع والاستمتاع. غاية 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 والشاهينية، غاية والشاهينية بالعرطي وبن متعب العفاري في صراع على المقدم. ولكن هل المرموم يتقدم في هذه اللحظات مع الشاهينية؟ أحمد بن مسري بن سالم بالعرطي يتقدم في هذه اللحظات مع الخبرة دائما وحاضر الخبرة في عالم الأصايل وانطلاقات الأصايل. يا سلام، 2 كيلومتر، 2 كيلومتر منتصف المسار يا أبو حياب. تابع المركز الثاني سهيل بن سالم بن متعب بن سعيد العفاري قادم مع غاية. يا سلام، غاية الواصلة المركز الثالث. المركز الثالث شعر علي بن خليفة محمد بن شاهين المرر. والمركز الرابع بن مردد واصل وبالثيمة على المركز الخامس. محمد بن حسن بالثيمة العامري قادم مع الشاهينية على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. وين السلام إلى أهل المرموم ولا القطاع الجنوبي يحتفل مع النقطة الثانية مع انطلاقة غاية على المركز الأول. غاية غاية السهيل بن سالم بن متعب بن سعيد العفاري يتقدم على المركز الأول مع غاية. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية أحمد بن مسري بن سالم بالعرطي القادم على ثاني المراكز. والمركز الثالث شعار علي بن خليفة بن شاهين وصل بالثيمة كذلك مع الشاهينية. ومحمد بن نادر بن عبيد بن مردد قادم مع الشاهينية الواصلة. ما شاء الله تبارك الله على هذه الأسماء، على هذه الشعارات المتقدمة. ما شاء الله، غاية غاية والكيلومتر الأخير، غاية وأول انطلاقات سن اللقاية، سن اللقاية المنتقلة سن الإذاع. ما شاء الله يا بن متعب يا راعي غاية، كانك يبي يصفق لك الغض لي من جبين البارق ينور. دور سبوق انتيمها رضي يا بن متعب، المنافسات تسبق تخوض. ها هي غاية 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 غاية، ضربة البداية كانت مع هذا الشعار في يوم اللقاية في 4 كيلومترات. سلام
الدم من هذه اللحظات إلى القطاع الجنوبي مع النقطة الثانية يا أبو حياء. مع النقطة الثانية بعد نقطة الحقائق يأتي هنا مع أول أشواط اللي قاية بدون أي أوامر. ما شاء الله تبارك الله، وين السبوق اللي لها في الحشافن وفي قاع الميادين الرئيسية فنونها يا ابن متعب، يصفق لها العاقل ولا تخيب الظن ويشيع طاري من قناها ويصونها يا الجمري. سلام سلام القطاع الجنوبي، سلام بن متعب، سلام غاية اسم على مسمى، غاية الجميع لانتصارات، وغاية بن متعب مع غاية دائما مع كل التحديات. السيل بن سالم بن متعب بن سعيد العفاري، تهانينا والناموس على فوز غاية بالمركز الأول وبأول أشواط اللقاية في ميدان المرموم. والتوقيت يا ابو حياب 6 دقائق 18 هو التوقيت. المركز الثاني احمد بن مسلم، المركز الثاني شعار احمد بن مسري بن سالم بالعرطي. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام.